تستقطب الشباب ومشاريع نستثمر فيها طاقاتهم بدلا من انجرافهم نحو الإدمان. توفير حياة كريمة وفرص عمل للشباب، إجراءات قال رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني إنها كفيلة بالقضاء على آفة المخدرات التي استشرت في العراق، وذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. تصريحات لا طالما ناقضت الوقائع على الأرض، فالسوداني نفسه وقبل أيام فقط أكد أن حكومته غير قادرة على تأمين الوظائف لجميع الخريجين، منهيا بذلك أي أمل لآلاف العراقيين في الشعور بحق المواطنة. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال مؤتمر بشأن مكافحة المخدرات لمح ضمنا إلى عدم وجود تعاون بين وزارته وجهات أخرى باتجاه القضاء على المخدرات ووقف تهريبها عبر الحدود والمنافذ إلى داخل البلاد، وهو نفسه الذي أقر في وقت سابق بأن المخدرات تدخل العراق من إيران وسوريا. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية لا زالت بحاجة إلى تعزيز جهودها ومساندتها من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز مهامها. أما رئيس مجلس القضاء فائق زيدان فقد اعترف بوجود ثغرات أفرزها تطبيق قانون مكافحة المخدرات والتي يستغلها كبار التجار والممولين في الإفلات من العقاب. زيدان قال أن العراق كان بعيداً عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، ومع إشادته بجهود حكومة السودان في مكافحة المخدرات برر استشرائها في العراق بأنها أحد إفرازات تطور المجتمع وحالة الانفتاح التي رافقت التغيير السياسي بعد عام 2003. تصريحات تروج لها أقطاب حكومة الإطار على أنها إنجازات سرعان ما يمكن وصفها بأنها مجرد مزحة، عقب تأكيد المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري ضبط 4 أطنان من المخدرات و15 طنا من المؤثرات العقلية خلال عام 2023 وحده. فالحديث بات عن أطنان من المخدرات التي يعود تهريب الكثير منها إلى التجار مرة أخرى وفقا للجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية.